وقال كما عند مسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة، بزيادة حرف التاء في لا تختصوا بالنسبة إلى القيام كما عليها الأصول من النسخ، لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا تخصوا بدون التاء، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا في صوم يصومه أحدكم. كيف؟ لو أن المسلم مثلا قد اعتاد على أن يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فصادف يوم الجمعة فلا بأس أن يفرده بالصيام،